الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحييكم بتحيات الإسلام الخالدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أبناء الطلبة الصف الثامن، اليوم عندنا حصة مشاهدة، حصة عن موقع الإلكتروني لدرس من دروس الآداب والأخلاق الإسلامية. ونتشرف بحضور الدكتور هاني أبو جبران، أخصائي المعايير في وزارة التربية والتعليم العالي، والأستاذ بكر أبو سمهدان، أبو نصر الشرعية. الآن نبدأ أبناء الطلبة أول إجراء، اللي هو فيديو عندكم للوصول إلى عنوان الدرس. فيديو على صفحة الطالب، افتح على صفحة الطالب الجميع. الجميع افتح على صفحة الطالب في فيديو. عنوان درسنا لهذا اليوم الوفاء، والوفاء من المجال السادس في الشريعة الإسلامية. الآن من أهداف الدرس؟ محمد العينين، فأنا أهداف درس الوفاء. أرفع صوتك. أن يعرف الطالب المقصود من الوفاء، أن يستدل الطالب على فضل الوفاء من الدين الإسلامي، أن يضرب الطالب أمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح على الوفاء، أن يستشعر الطالب فضولة الغدر وعدم الوفاء بالعهد. إذا عندنا اليوم أربعة أهداف، لابد أن نحقق هذه الأهداف من خلال هذه المصادر التعليمية وقراءة صامتة لمدة 3 دقائق. افتحوا على المصادر التعليمية في عرض تقديمي الجميع على المصادر التعليمية. شرائح. يلا فراس، تاريخ الوفاء. التزام الإنسان بما عليه من عهود وواجبات تجاه ربه وتجاه خلق طاعة لله. أحسنت، رائع جدا. من يقرأ التعليم؟ حمدان. بدي واحد صوته أعلى من هيك. آمين، صوته أعلى. يلا أنا صلاة. من يستطيع أن يعطيني التعريف غيبا؟ مين حب التعريف؟ التزام الإنساني بما عليه. مين حب التعريف؟ راس حبته غيبا. يلا. التزام الإنسان بما عليه من عهود واجبات تجاه الله، تجاه ربه وخلقه. تجاه الله وخلق طاعة الله. أحسنت، بارك الله فيك. من يعيد التعريف غيبا؟ صار. محمد. التزام الإنسان عليه من عهود وواجبات تجاه ربه. أحسنت، طاعة لله سبحانه وتعالى. طيب الآن افتح الشريحة الأخرى. حدد الآيات، حدد من الآيات ما يدل على فضل الوفاء. أحسنت، هذه الآية لها بالوفاء. بارك الله فيك. طيب الآية الرابعة، من يقرأ لنا الآية الرابعة؟ أيوب. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته. تتكلم عن الوفاء. طيب بارك الله فيك. الآية الخامسة. وإبراهيم الذي وفى. تتكلم عن الوفاء. نعم. أحسن. إذا عندنا آيتين تتكلم عن فضل الوفاء، اللي هي ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، والآية الأخرى وإبراهيم الذي وفى. نخزن المحتويات. مخزن المحتويات، ارجع على مخزن المحتويات. افتحنا على الشيخ النابلسي. طبعا وضحت لكم ابناء الطلبه صوره مفيده الشيخ النابلسي. طيب الان ايوب. واخلاقيه عظمى بها تدعم الثقة بين الأفراد، وبها تؤكد أواصر التعاون في المجتمع. فالوفاء أصل الصدق، والغدر أخو الكذب، والجور والوفاء صدق اللسان والفعل معه. وأن يكون صادقا في عهده، والصحبة الصالحة عندما يقول لك الصديق تختار صداقته أن يكون متميزا بأخلاقه، فإنه يحثك على الالتزام بالعهد، وأن يكون الوعد حاضرا في ذهن منشغلا به، أن تكون عندما تحضر الوعد تريد الالتزام والإيفاء بهذا الوعد. وتذكر أن عدم الوفاء من صفات المنافقين، ولذلك أنت لا تريد أن تكون من المنافقين. من يعطيني أمثلة على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتصف بصفة الوفاء. من يعطيني أمثلة على الوفاء؟ وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. وفاهم السيدة خديجة بعد ما ماتت كان بكر من صدقتها وفرح لما شاف أحد. رائع جدا، بارك الله فيك، عظيم. إذا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته خديجة بنت خويلد. طيب لماذا كان النبي وفيا مع خديجة؟ من يعلم؟ محمد. صلى الله عليه وسلم.
كانت حنونة عليه. وأعظم مثال على وفاء الصحابة بالعهد ذلك العهد الذي قطعه الأنصار على أنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية الإسلام في قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أحسنت. إذا وفاء الصحابة الأجلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بايعوه على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وطاعة الله والالتزام بالصلوات. الجميع اتفقنا على مناقشة الفصل. هل السؤال صريح؟ على مناقشة الفصل انتهى. مين كتب لي شيء؟ أيوة اكتب ردة يلا اكتب ابدأ في حل اختبار الوفاء. ايوه يا وين هاي زميلة دخل عليها امو في الاختبار في الاختبار واختار اختبار الوفاء. نعم نقض العهد من صفات المؤمنين الصالحين المنافقين. اذا المنافقين احسن من فوائد الوفاء بالعهد انه يضعف الثقه بين الناس. صح سلمت يا استاذ سلمت سلمت ما شاء الله ما شاء الله استاذ. طيب على الاعضاء محادثة شخصية هذه وظيفة بيتية بس تروح انا اطلع بعدين فيما بعد باذن الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحصة المباركة. اسال الله العلي العظيم ابناء الطلبة ان نكون من الصادقين في اقوالنا من المخلصين في افعالنا من الملتزمين بخلق الوفاء. كنا في هذه الحصة المباركة واستخدمنا فيها الكثير من اجراءات الموقع الالكتروني. دخلنا على مخزن المحتويات والروابط المفيدة والمصادر التعليمية ومناقشة الفصل. اسال الله العلي العظيم ان يوفقنا لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.